المركبة ذاتية القيادة أحد مشاريع مركز جامعة خليفة للروبوتات والأنظمة الذاتية. هذه المركبة يعمل عليها أكثر من 20 باحث في الجامعة لتطوير قدرة المركبة للقيادة الذاتية داخل حرم الجامعة في ساس النخل. تم تطوير المركبة باستخدام الأنظمة الموجودة حاليا فيها وتطويرها أكثر للتعرف على البيئة المحلية، مقدرة المعرفة على العوائق اللي تواجهها في الشارع والقيادة بأمان من النقطة الانطلاق إلى الوجهة المطلوبة. حاليا يتم تجريب كل الأنظمة داخل الحرم، لكن القصد أن نطور هذه الأنظمة بحيث ممكن نستخدمها في الشارع العمومي. هذه إحدى المشاريع التكاملية مع البيئة. عندنا موافقة من دائرة البلديات والنقل للاختبار داخل حرم الجامعة، لكن نتطلع أن ممكن نستخدمها في شوارع أبوظبي المختلفة. ممكن تساعد في النقل السليم من محطات مختلفة داخل أبوظبي، وممكن نطور التكنولوجيا أكثر بالتعاون مع شركائنا حتى ممكن نفكر في نطاق أوسع من الإمارة. Thank you.